الليلة السوداء. عزيزي المستمع، واش عندك خبرة مفيدة بعالم الماورائيات؟ واش كاين شي خطر كيطاردك؟ واش كتشوف شي حوايج مريبة ما يمكنش تفسيرها؟ ما ترددش، هز سماعة الهاتف واطلب رقمنا فورا. غنتصنتو ليك، غنحاولو نحلو لك مشكلتك ونحيدو مخاوفك. عزيزي المستمع، أنت لست وحدك. تقديم الدكتور أحمد دكتور أمراض الدم، الهندسة الإذاعية إسماعيل أمزيل، إخراج ميمير. مساء الخير مستمعينا الأعزاء، واني معكم عاود تاني في برنامجكم الممتع الليلة السوداء. زعما ممكن تكونوا جالسين جنب التليفون دابا؟ واخا واخا، وشنو كتسناو؟ يلا حالا نطلبوا رقمنا، وصاحب الحظ السعيد هو اللي غيسبق ويكون هو الوقود ديال آلة الرعب لحلقة الليلة. يا ترى من الأول مكالمة علاش غيدوي لينا؟ واش على شي جن جالس حداه، ولا على شي قبر مفتوح وخارج منه اللورد دراك، ولا شخصيا، ولا شي شبح مطاردو، ولا على الامتحانات اللي ولو ارعب من الشياطين والاشباح؟ عموما هادشي اللي قلنا كله مخيف. الو، نتشرف بحضرتك. الو وي سافا، انا سميتي ايمان، ايمان كانيتو، وكنظن بلي هذا برنامج ليلة السوداء ياك؟ الا كنتي مخدمة راديو دابا غتكوني سمعتي صوتك. بصح صراحة انا كنحب برنامج ديالكم بزاف، وكنبغيك حتى انت. هو انت غريب الاطوار شوية وممل بعد المرات، واخا كتسخر من اي حاجة. كتفكرني بواحد الشاعر قديم اللي كان كيسخر من اي حاجة، حتى من راسو بعد مرات كان كيسخر منه. ولكن واخا هادشي كامل، انا كنشوفكم مميز وجميل بلا قياس. هادشي يسعدني يا آنسة. آنسة؟ ايوه. هادشي كيسعدنا مادموزيل. بصح هادشي اللي قلتي كاين، نتمنى يكون وجهك زوين بحال صوتك، حيت المرأة الوحيدة في حياتي اللي معجبة بيا هي أمي. إيوا نقول لك دابا، أنا هي معجبة رقم جوج في حياتك، وراه حتى أنا زوينة بزاف. المهم خليني نعرفك بنفسي في الأول. أنا إيمان كيف ما قلت، طالبة في كلية الآداب. أنا من النوع اللي واخا تحاول تتعيا توصفني عمرك ما غادي تقدر، حيث بعد المرات كنكون زوينة وعملية وفرحانة، وبعد المرات كنكون تعيسة ومتقلبة تماما. But I always need love. You need love. Okay. ما كاين بس، ما تنسيش راه العالم كله محتاج للحب ماشي غير انتي. عموما كملي لينا. اوكي، انا ظروفي المادية مزيانة، عندي طوموبيل وعندي الحوايج بزاف كل نهار ولبستو، وبابي عنده كل شيء، ولكن انا تعيسه دكتور، تعيسه وحزينه بزاف. انا ساد كنت حاسه بفراغ كبير وتحشه ما كتفرحني، وقريت بزاف ديال الكتب بالفرنسي بالعربيه بالاسبانيه، ولكن ما بقيتش قادره نستمتع. احساس بالمراره والالم والياس بزاف. انا فهمت شنو كتقولي، في بعض المرات كنتخيل بلي الاستمتاع بالحياه كيعتمد على شي غده او عصب معين في الجسم ديالنا، ولا تحيدت هاد الغده ولا فشلت ما غتبقى حتى حاجه ممكن تفرحنا. اكيد هيمينغوي الاديب الامريكي العظيم حس بحال هاد الاحساس ملي كان حط البندقيه ديالو في وسط من فمه، و بام 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 راسو تشتت. والمشكل انه دار هادشي وهو في قمة المجد والانتصار والشهرة ديالو. وكاين الناس كيقولوا على هاد الاحساس فراغ، وي ممكن،
ولكن صراحة الفلوس كتجيب سعادة وبزاف، ولكن هادشي الناس اللي مستعدة تقتنع بي، أنا ماشي من هاد النوع. مزيان مزيان، حتى هذا كلام إيمان. ممكن ندوي شوية على قضيتك ونسوا هاد الدهاليز النفسية؟ آه طبعا، أنا غير بغيت نوضح باللي اللي كيدوز بهاد الحالة كيكون مستعد أنه يجرب أغرب التجارب غير باش يجدد ويستمتع. ألوغ الموضوع بدا ملي صحاباتي عاودوا لي على مدام ليليان، البنات كيتعاودوا بيناتهم وبدا العدد ديال البنات اللي عارفين الموضوع كيتزاد نهار مورا نهار. حتى لواحد المره وحده في صحباتي قالت لي نمشيو نزورها في دارها، ومشينا. مدام ليليا ساكنه في واحد الفيلا كبيره في واحد الحي راقي وشيك. هاد السيده من اصل روماني وعايشه بوحدها من نهار مات راجلها. المهم وصلنا لتما مع التمنية، وكانوا في الباب جوج الكلاب كبار مربوطين بالسناسل، وواحد الخدام شارف وكبير هو اللي مقابلهم. وصلنا الباب ودخلنا، ووسط الفيلا كانت واحد القاعة واسعة وكبيرة ومفرشة بالحصير كاملة، وكانت ريحة ديال البخور كثيرة، وواحد الضو حمر خفيف هو اللي كان مضوي القاعة. ولكن الغريب في الموضوع هو كمية القطط. واش عرفتي شحال ديال المشاش تما؟ كاين اللي كتلعب، كاين اللي كانت ناعسة. المهم معمرين القاعة كاملة، كاع انواع القطط كاينين تما، وكلها غليظه ونقيه وباينه بلي صحتها هي هذيك وكتاكل مزيان. اما مدام ليليا فهي مراه جذابه، واخا هي فايت 40 عام ولكن كانت كتبان في افضل الحالات ديالها بحال شي تفاحه في قمه النضج ديالها. كانت طويله وعينها زرقين وكبار، وعندها خصله ديال الشعر بيضة في وسط شعرها الكحل. ما عرفتش واش ديك الخصله صناعيه ولا ما عرفتش. المهم كانت لابسه غوب حمراء شيك، وكانت واحد القطه سيامونه على كتفها اليمين. كانوا بزاف د الحوايج غريبه لاحظتها، صور عملاقه ديال القطط في الحيط، وقطط محنطه واقفه في وضعيه الهجوم، تماثيل فرعونيه للالهه سيخميتو باستيت بشكلهم اللي عنده صله بالقطط. صحاباتي عاودوا لي هادشي درجه كامل، ولكن انا ما كنتش متخيله هادشي كله لهالدرجه. كانوا شي ست البنات عارفين هاد البلاصه مزيان، جلست كل وحده فيهم في بلاصتها فوق الحصيره وشدات مشى وبدات كتلعب معاها بحنان وبرفق. قالت مدام ليليان بلطف وبواحد الكنه اللي عندها طابع اجنبي محبب للنفس، قالت لي او انشونتي انت ايمان، انت مشى زوينه، اجي جلسي مع خواتاتك المشاش. او عرفتي ديك الساعه فاش قالت لي هاد الهضره حسيت بحال السيده شي قطه ادميه واقفه قدامي وكتهضر معايا. كل شي فيها كيشبه القطط، كل شي تصور كل شيء. تشابه بين المرأة والقطة كاين وقديم فعلا، وكاينين بعض النظريات باللي كتقول باللي كاين تشابه بين الرجل والكلب، وهذا امر غير محبب ومزعج مزعج. ما هو معنى بها التشابه في الثبات الشجاعة الوفاء؟ اما بالنسبة للمرأة فكانوا كيدويو على نعومتها تقلبها شراستها وحتى الشر اللي وسط منها، وانه المرأة كتميل للكسل وكتهتم بزاف بشكلها. اه صح، هادشي صحيح والله، انا قريت على بحال هادشي في بزاف ديال الكتب. ويل ما عليناش. المهم هو انا داك النهار مدام لينيان خلاتني نجلس، وهي جلست قدامنا كتكاريسي في واحد المشيشه غليوضه، وقالت لينا انه كل بنت هي قطه من الداخل ديالها، والقطه هي اسعد الكائنات، هي كائن جميل مستقل بشخصيته وكيعرف كيفاش يستمتع بالحياه، حيت هو ما مهددش بالذبح بحال الارنب، ولا خاصوش يدور في الشوارع باش ينبح بحال الكلب، ولا هو مكروه او وحيد بحال الحنش، اولا مهدد بضربه اللي تقدر تسالي حياته بحال العصفور. لا، القط هو كائن رائع، قوام الاسترخاء وعماد الثقه بالنفس، دعم الوحيد في الحياه هو الحب ديالنا ليه. الاغنيه الفرنسيه كتقول احب الحياه كما يحبها القط، وشكسبير كيقول انظر الى الهرره وقد افعمها المرح اذ تتريض في الشمس متالقه. طبعا هادشي قريته في الكتوبه، فانا من النوع اللي كيعشق الكتوبه بزاف وكيعشق القراءه كذلك. واش انتي واثقه بلي هاد مدام ليليان ما كانتش كتبشر بشي نوع من عباده القطط ولا شي ديانه من هاد الشكل؟ انا شكيت في هادشي في الاول، وقلت مع راسي هادي جمعيه سريه كتمارس عقيده فاشله وما غاديش يدوز الشر الا وغتسمع خبر قبض الامن عليهم منشور في صفحه الحوادث. ولكن صراحه
الهضرة ديال ديك السيدة عجبتني. هي كانت كتقول لينا نقلدوا القطط ماشي نعبدوها. قالت بلي الفراعنة في مصر وما كيقلبوا على سير الخلق عبدوا القطط في تمثال الربة باستيت، واللي المعبد ديالها مازال دابة في مصر. في نظرك علاش الناس كيقولوا بلي المش عنده سبعة الرواح؟ وعلاش المش كيدير أصوات ملي كينعس؟ علاش الناس كتأمل المش الكحل؟ وعلاش عيني المش كيتبدلوا بحال دورة القمر؟ كلها هذه أسئلة ما عندهاش إجابة أكيد، ولكن كلها كتقول بلي القط كائن ماشي عادي، والناس كتحبو كيف ما كتخاف منه، حيت كيجمع بين شراسة النمر ووداعة الحمامة ورشاقة الغزال. مهم، من بعد هذا الشي كامل بدأت الحفلة. حفلة كتستاهل حضور القط طوم شخصيا. كان الطباسل عامرين باللحم، بزاف ديال الطباسل وعامرين باللحم، لحم 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 بزاف. غريب، عادة هاد النوع ديال هاد النساء وعلى حساب هاد الشي اللي قلتي كيكونوا نباتيين. واش انتي واثقة انه ما كانش لحم ديال الفيران؟ يا بلاش ما تنزيك السي دكتور عفاك، راه كان لحم ديال البقر ومعاه بزاف ديال الحوت وكيسان ديال الحليب بارد. انا ما كيعجبنيش الحليب نهائيا، ولكن هاد السيدة عرفاش كيفاش تخليه يعجبني بطريقة خيالية. كانت مرة كتقول يلا هالبنات، القط كيعتمد على هاد المواد باش يبقى كائن رائع، علاش لي ما نتعلموش من المشاش هادشي؟ يا كانت كتقول هاد الهضرة وكتكع على جنبها وتجمع رجليها وتبقى كتشوف فينا، وما نكونش كنبالغ الا قلت بلي كدير بحال صوت المشاش. وحتى البنات الاخرين ما كانوش طبيعيين، حتى هما كيديروا اصوات غريبه، كيتكاو في ديك الوضعيه يعني نفس الوضعيه ديالها حتى هما. عرفتي داز شويه ديال الوقت ولقيت راسي كندير حتى انا بحالهم. ما غيكونش جو صحي ومريح للنفس؟ لا بالعكس، انا اندمجت في الجو ولقيتها فرصه باش نخرج الرغبات المدفونه فيا. عرفتي شويه منك يغوت مياو مياو مياو، وشويه منك كترعد وشويه كتجبد، وكاين حتى اللي كتلحس يديها. كنا مرتاحين بزاف. واش كتعرف شي بلاصه اخرى في العالم تقدر تغوت بالجهد وتخبط يديك مع الارض ورجليك وانت مرتاح؟ كنعرفها مزيان، وسميتها المصحة العقلية، وبالدارجة سبيطار الحماق، وعندها مرادفات وأسماء كثيرة. ونجيك صريح، مدام ليليان تقنات ضوء الطبيب النفسي ومزيان. عرفتي كل حاجة تما كانت جديدة عليا وغريبة بزاف، ولكن زوينة. المهم الحفلة سالت وحنا غاديين في حالنا، وفي نهاية الحفلة عرفت بلي غادي نرجع هنا مرة أخرى. وصلتنا قدام الباب وبسني في حنكي وقالت لي تهلاي في نظافة الجسم ديالك كيف ما كدير القطة نظيفة، وهاكي هاد الكريم جربيه غيخليك ديما مرتاحة بحال المشا، وشربي الحليب 3 مرات في النهار، او تقدري تجيبي اللي عجبك معاك لهنا المرة الجاية من صحاباتك، ولكن الرجالة لا. مهم مشيت وراسي كيدور. هادي هي التجربة المثيرة اللي ممكن تعوضني على كاع داك الفراغ اللي عايشة فيه. وفي النهار الثاني مشيت وشريت مشا زوينة ونويت ندوز وقتي في معرفة هاد الكائن الساحر. سولت حباتي قلت لهم هاد السيدة منين وشنو باغا بالضبط؟ قالوا لي انا بعد الموت ديال راجلها عشت مع مشاشها وما كتحلم بتا حاجة من غير انه العالم كله يفكر غير في القطط. يمكن تكون مسطية وهذا الشي واضح، ولكن المسطين ممكن تكون عندهم قوة نفسية كبيرة وكتأثر على اللي دايرين بيهم، ياك؟ فهمت هضرتك، حتى الطريقة باش كتسردي الفكرة مريحة. خليني نسولك، الكريم اللي عطاتك واش استعملتيه؟ طبيعة الحال، صراحة في الأول كنت مخلوعة منه شوية، ولكن من بعد لقيته كيخلي البشرة ديالي أنعم وكيزيد يبيني بريئة وصافية، ومع الوقت ولفت نستعمله. وملي مشيت للفيلا المرة الثانية طلبت منا بأدب أنه ندفعو ثمن رمزي على ود الماكلة ديال المشاش ديالها. ما كنعتقدش بلي عملية نصب، ياك؟ جوابك في محله، 50 درهم تخلصها بنت غنية بحالي 4 مرات في الشهر ماشي شي حاجة. وعاد زيد هي صراحة ما فرضت علينا حتى حاجة، كانت كتحط واحد الصندوق قدامنا وكتخلينا براحتنا، يعني اللي بغات تخلص هو هذاك واللي ما بغاتش هو هذاك. داكشي اللي كنتو كديرو وسط من القاعة واش نفسه كيتعاود؟ واش نفس السيناريو كيتعاود نهار على نهار؟
لا هو بعض المرات كنا كنتفرجوا في فيديوهات في واحد الشاشه كبيره ديال مشاش كتولاد وكاينين مشاش خرين كتلعب ومشاش كتصيد الفيران، وبعض المرات كاع كتخلينا نتاملوا بحال دوك المدربين ديال اليوغا دوك المحترفين. عرفتي حسيت بلي مشاعري الايجابيه وثقتي في نفسي كتزاد نهار مورا نهار، وحواسي ولات قويه اكثر واكثر. واخا وامتى حسيتي بلي الامور فيها شي حاجه ما هياش؟ وشكون قال لك بلي حسيت بشي حاجه بحال هكا؟ اكيد كاين سبب للاتصال ديالك بينا من غير احساسك براحه النفسيه والثقه الزايده او لا؟ ما عرفتش، لا ما عرفتش امتى بدا هادشي بالضبط، يمكن بعد شهرين ولا اكثر من معرفتي مدام لينيان. المهم اني وليت كنحس برهفه وبقوه ما عادياش في الحواس ديالي، وليت كنسمع صوت خطاوي النمله كيف ما كيقولوا، كنسمع صوت انفاس الناس، ولا كانوا كيهمسوا في بعضياتهم بشي حاجه كنسمعهم دغيا، وهادشي مرضني بزاف. وليت كنفيق من نعاسي بسهوله وكنجلس نتجبد في بلاصتي ونوض غير حيت ورقه ديال الشجره طاحت من الشجره في الجرده ديال الدار. قلت لنفسي يمكن انا غير متوتره فقط، يمكن غير ستريس بزاف داكشي باش. ولكن بعد هادشي دزت من واحد التجربه هي اللي قلقاتني بزاف. فواحد الليله فقت من النعاس ونت بغيت نرتب حوايجي ونكتب شنو غادي ندير الغد ليه، داكشي باش شديت ورقه وستيلو وكتبت البروغرام ديال الغد ليه كامل. وجات لبلاصتي نكمل نعاسي. شويه جات عندي ماما قالت لي وهي كتفيقني من النعاس، ايمان فيقي يا بنتي، فيقي جاك الصوت كنتي كديري وانتي ناعسه. ومني فقت جلست كنشرب في حليب وكناكل في البيض والفرماج بزاف، مابقيتش كنحمل الحلاوه كاع، مابقيتش كنحمل ناكل ماكله ديال الدار. سولني بابي وهو كيقرا في الجورنال شنو درتي البارح ملي الضو تقطع؟ قلت ليه على الضو تقطع البارح؟ قال لي هو مستغرب، اه لا تقطع من العشاء حتى الفجر واش ما حسيتيش؟ قلت لي اه غنكون غير نعس بكري. اه وهو انا بصح نعس مع تسعود، ولكن كيفاش ما لاحظتش؟ كيفاش انا نط في الظلمه وجلست كنكتب؟ اه راه كتبت. كاين تفسير واحد صافي لهذا الشيء اللي كيوقع ليا، هو اني بصح وليت كنشوف في الظلمه. وهذه حاجه فرحاتك؟ اوف كورس نو، قدرات الانسان المحدوده هي اللي كتخليه انسان، ولا حاجه منها تبدلات راه هادشي كيولي كيخلع اكثر ما كيفرح. تخيل انه صبعك تجرح وما هبطش منه الدم، واش هادي حاجه غادي تفرحك؟ عندك الحق، حتى الالم كيعبر على انسانيتنا ولا صحتنا. الا قصتي مثلا العافيه وما غوتيش وما حسيتيش بالم، غيكون هذا دليل انك مصاب بالجدام او بخلل في الجهاز العصبي. صراحه انا تخلعت ومشيت ديك الساعه بالجرا عند مدام ليليان باش نسولها، كانت الفرحة باينة على وجهها وقالت لي هذا هو الطريق الصحيح ملكي، انتي كتعلمي من القطط بسرعة كبيرة، حواسك ولات قوية وقدراتك خارقة، هادشي كله كان من الأول مي غير كنتي مغطية بغبار إنسانيتك، والغبار مشى دابا، مشى داك الغبار ورجعت كل حاجة زوينة كيف ما خلقها ربنا. انتي راه محسودة على هادشي اللي وصلتي ليه. طبعا ما كنعتقدش بلي راك ساذجه لدرجه انك ما تعرفيش بلي داك الكريم اللي عطاتك فيه شي حاجه. اي مع الاسف هادشي ما طاحش ليا في بالي نهائيا، حيت الموضوع كله كان سخيف وصعيب يتصدق. مشيت سولت وحده في صحباتي قلت ممكن يكون عندهم نفس الاعراض بحال جاولي، ولكن فاش سولتهم كلهم بقاو كيضحكوا عليا بحال قلت لهم شي حاجه غريبه. مي ما نخبيش عليك دكتور احمد، انا لاحظت بلي حتى هما بانوا عليهم تغييرات بحال جاولي تماما. واحد المره وحده منهم غوتات وسط لونفي وقالت انها شمت ريحه ديال الحريق، وطبعا نضت الروينه في لونفي، ومن بعد عرفنا بلي كان شي حد كيحرق ورقه في التيران ديال الكليه، يعني على بعد 100 متر من بلاصتنا تقريبا. كيفاش قدرت تشم هذه ريحه الحريق على بعد هذه المسافه كامله؟ كيفاش؟ وحده اخرى حتى هي كانت كتعرف النوع ديال الماكله اللي كطيب في المطعم ديال الكليه، المطعم اللي بعيد بزاف حتى هو على لونفي. راه هادي شي حاجه اللي ما كيتقبلهاش عقل انسان ادمي. المهم انا المره الثالثه مشيت للفيلا ديال مدام ليليا، وانا هاد المره مصممه اني نعرف كل شيء على اشنو واقع. سولتها وكانت متحفظه وقالت لي في برود وهي كتلعب مع واحد المشه، قالت لي انا عطيتكم هديه غاليه ولكن عقلكم عاجز على انه يعرف قيمتها. علاش في نظرك انا في 40 عام والبشره ديالي مازال كتبان بحال ديال وحده في 20 عام؟ اكيد الفضل كله حيت انا عرفت كيفاش نعيش بحال القطه ونفكر بحالها والناس بحالها وناكل بحالها. انا كنتمي للجيل القديم من كاهنات باستيت،
وعائلتي ورثات هادشي جيل مورا جيل، ومفتاح هادشي كامل في الكريم المقدس اللي كينقل صفات القطط للانسان. كاهنات باستي تعرفوا يصنعوه، وهاد السر ما كيتكتبش في الورق ولكن كيتورد جيل عن جيل، كان كيتنقل شفويا. ومن بعد قالت لي وهي فرحانه، قالت لي الكريم المفعول ديالو غيبقى مستمر فيك واخا تكوني باغيه ولا ما باغياش، بقيتي كديريه ولا حبسيه، لا ميم شوز. ملي سمعت هاد الهضره كامله غوت عليها بزاف، وقلت لها بلي غادي نديكلاري بك للبوليس. ضحكات وقالت لي انتي حره امشي شتي، البوليس شنو غيلقاو عندي كاع؟ وشنو هي فرصك انهم يتيقوك؟ عاد زيد ما كاينينش الشهود، وخاصك توهبي نفسك الاله باستيت، هذا هو الخلاص ديالك الوحيد. خرجت من الدار وخليتها وانا محتاره، ما عارفه شنو نقول لها ولا اشنو ندير، ما عارفه والو. واخا وانتي ما بلغتيش عائلتك باللي وقع؟ باش غادي نبلغهم؟ واش نقول لهم بلي كاينه واحد السيده كتحب القطط بزاف وراها كاهنه عريقه من الجيل القديم؟ كنت كنسحابك واقعي اكثر من هكا اسد. على اي حال الموضوع ما كانش بهاد السوء، فواحد المره قدرت نسمع جوج ديال الشفره كيتفقوا يسرقوا لي ساكي وانا خارجه من الكليه. كانوا كيوشوشوا غير بيناتهم غير بشويه، وبعد عليا بشي 50 متر تقريبا، ولكن انا سمعت كل شيء، سمعتهم اشنو كيقولوا، سمعت الخطه اللي دايرين من الاول حتى الاخر، وتسنيت تخرجوا الناس كثر من الكليه عاد قدرت نمشي. ولكن الحكايه هذه حكايه راه والو والو قدام موضوع ديال الفيران. الفيران الفيران الفيران، وليت كنلقى الجوله ديال الفيران في الماريو ديالي ديما فاش كنفيق. منين غيجيو هادو؟ ما بقيتش كنعرف شنو كيوقع وانا ناعسه. دكتور انا حاسه بلي كنصيد الفيران في الليل من الجرده بلا ما نحس. مستحيل، واش كتضحك يا ايمه؟ اش من كتضحكي؟ واش انا باينه على هضرتي كنضحك يا دكتور؟ اكيد لا اكيد لا، ما كنضحكش ما كنضحكش يا دكتوره، اكيد لا، هادشي راه بصح كيوقع ليا. انا كندير فاش كنكون ناعسه حاجات ما مفهوماش. مره تمشيت وانا ناعسه في الجرده، وفاش ضرباتني الفيقه لقيت راسي جامعه قدامي بزاف ديال الحشرات الميته. ومن بعد موضوع ديال الشفار، هو دخل الجرده عندنا بالليل، واضح انه كان غبي ودار الحس قبل ما يدخل، ما عرفتش كيفاش مات. البوليس لقاو في الصباح ميت، كان مقطع بطريقه خايبه، مقطع طرف طرف، وكان فيه الاطراس ديال الضفار والنياب، ووجهه باين عليه الرعب. الطبيب الشرعي من بعد قال بلي هو مات بالصدمه العصبيه ماشي من الجروح، وانه شاف شي حاجه رعباتو لهالدرجه. بلسو كيقلبوا بزاف على شي كلب جاهل ولا شي حيوان مفترس في المنطقه، ولكن ما لقاو والو. نسيت ما قلت لكش باللي كلبنا المسكين ريكس حتى هو مات من بعد بشي يامات. تخيل لقاو الجوتة ديالو بلا راس بلا راس. كره الكلاب كان كيتزاد نهار مورا نهار، ولكن انا ما متيقاش اني نكون درت هاد الشيء كله. دكتور واش انا مقطوطه؟ مقطوطه على وزن مذؤوبه يعني. تعبير زوينه ايمان، الا كانت قصتك حقيقيه فهاد الشيء ما عندوش تفسير من غير داكشي اللي قالت مدام ليليان. يا ترى شنو الرعب اللي حس بيه داك الشفار قبل ما يموت وهو كيشوف قطه ادميه هاجمه عليه باش تقطعوا جوجيه الباب ديال الدار وهي تزمجر؟ بالمناسبه ايمان، كنعتقد بلي هادي ماشي سميتك الحقيقيه، كيف العاده في البرنامج خاص الاسم يتبدل باش تجنبي المشاكل. طبعا، ولكن مهم سميتي راه قريبة لهذا الاسم. تماما، شنو وقع من بعد هادشي؟ كنت خايفة اني نادي شي حد بلا ما نحس بالليل. دكتور واش كتنصحني بشي علاج نفسي؟ الاقتراح ديالي كنقترح اني نقابلك اولا. بغيت ندرس لهاد الحالة عن قرب. بالمناسبة جوج هادي ديال الليل وانتي مازال طبيعية وما تحولتيش. ما عرفتش، يا ريت ما يوقعش هادشي مرة أخرى. أنا مخلوعة مخلوعة بزاف، وبغيتك تعاوني دكتور الله يخليك. جو سوي نوتر دكتور. ربي بوحدو اللي عارف، ولكن أنا غنحاول غنحاول.
نشوفك في المكتب ديالي في الكلية غدا إن شاء الله. محتاجاني في شي حاجة أخرى؟ شي حد كيدق. واش كتسمعي الراديو؟ واحد البنت كتدوي صوتها كيشبه لصوتك بزاف، كتعاود مشكلة كتضحك. أمينة أش هاد الظلام؟ أش كديري بالتليفون؟ مع من كتدوي؟ أش هاد الشي؟ مال عينيك؟ مال عينيك مضوين؟ أمينة أنتي هي اللي كنتي كتدوي في الراديو؟ تقطع الخط للأسف، تقطع الخط. ما كنتش بغيتو يتقطع كاع، موقف مخيف. ما قدرتش نستوعب هادشي. الواضح أنه الأم ديالها دخلت عليها، وشنو بيكون وقع؟ السيبا أصدقائي، حان موعد الوداع. كيف العادة غنخليكم مع مقطع موسيقي قد يحبه بعضكم. معكم صديقكم المخلص، إلى اللقاء. Looking kind of funny with your basket of eggs. Children singing, what's the bunny bringing for me on Easter Day? Mom is cooking while we're out there looking for the eggs hidden away. After church we gather round with family on this Easter Day. Day.